لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. يتواجد الدولي المغربي أنس سروري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك تمهيدا لالتحاقه بالمنتخب الوطني المغربي لتعويض أمين حارس الذي سيغيب عن المونديال بعد إصابته بالتواء على مستوى الرباط الصليبي للركبة. وأكدت بعض المصادر بأن اللاعب أنس سروري بدأ في إجراءات سابقة لتغيير جنسيته الرياضية، وذلك في انتظار تطورات شديدة خلال الساعات القليلة القادمة، حيث بات من المحتمل تعويضه لأمين حارس في قائمة الناخب الوطني وليد الركراكي بالمونديال. وحسب الصحفي الفرنسي سانتي أونا، فإن أنس سروري من الأسماء المرشحة لتحل مكان أمين حارس بالمنتخب الوطني المغربي، خاصة وأنه يتواجد حاليا بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويذكر بأن اللاعب أنس سروري سجل هذا الموسم 8 أهداف وساهم في هدفين مع فريقه بيرلي الإنجليزي.